منافسات دورة 16 من مسابقة كأس العرش لكرة القدم، حيث تأهل نادي الدفاع الحسني الجديد للدور ربع النهائي عقب تعادله في أب دورة 16 مع مضيفه اتحاد طنجة وبهدف في كل شبكة. وتقدم فارس البغاز بهدف سجله اللاعب المهدي النغمي في الدقيقة 11 قبل أن يعدل اللاعب الكاميروني فابريس نغاما النتيجة لفارس دوكالا في الدقيقة 36. وكانت مباراة الذهاب الجديدة قد انتهت بالتعادل السلبي وبدون أهداف، وسيواجه فارس دوكالا في الدور ربع النهائي نادي شباب الريف الحسيني الذي تأهل للدور المقبل رغم هزيمته أمام ضيفه جمعية سلا بهدف مقابل لا شيء، حيث تمكن فارس الريف من الفوز بلقاء الذهاب وبهدفين نظيفين. وفي لقاء آخر عن ذات دور تغلب نادي أولمبيك ريبي على ضيفه سريع واتزام بهدفين مقابل لا شيء ليعبر بأمان للدور ربع النهائي، وتمكن أصحاب الأرض من افتتاح باب التسجيل عن طريق اللاعب يوسف عكادي في الدقيقة 58 عبر ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء سمير القزاز ولقيت اعتراضا كبيرا من فعاليات فريق سريع واتزام. أما الهدف الثاني فجاء في الدقيقة 87 وحمل إمضاء اللاعب خالد حشادي وعبر ضربة رأسية متقنة. يذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز نادي سريع واتزام بهدف مقابل لا شيء، وضرب فارس الفوسفات موعدا في الدور ربع النهائي مع نادي الجيش الملكي. والورقة الرابحة لعز الدين الجودي يتمكن. هذا وشهدت لقاء دور 16 ايضا تاهل نادي شباب اطلس خنيفرة للدور ربع النهائي عقب تغلبه على مضيف حسنيه اكادير بهدفين مقابل هدف واحد. تقدم الضيوف عبر هدف جميل سجله اللاعب محمد فكري في الدقيقه 25 عبر ضربه راسيه متقنه، فيما ادرك التعادل لنادي حسنيه اكادير اللاعب كريستيانو سانتوس في الدقيقه 51 عبر تسديده قويه من على مشارف منطقه الجزاء. وفي الدقيقه 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع تمكن اللاعب السنغالي اليون دياي من تسجيل الهدف الثاني لفارس زيان عبر ضربة جزاء، وكان لقاء ذهاب قد انتهى بفوز غزالة سوس وبهدف مقابل لا شيء. سونتوس مشبكرتو سونتوس روح الجميل وجه لوجه ضربة جزاء تسدد ولا داد.